أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لكم يبغونكم الفتنة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله حتى جاء وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا
للمؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا زهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أنه من يحادد
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم
أتتهم رسلهم الصلاة ويؤتون الزكاة